اهلا بكم ابنائي، ابناء التعليم الفني الصناعي، مدارس التعليم المزدوج، تخصص ميكانيكا صيانه واصلاح. اهلا ابنائي الاعزاء، والنهارده حلقتنا هتدور حول ماده تكنولوجيا التحكم الهيدروليكي. اهلا ابنائي مع بعض في حلقتنا الجميله النهارده. والنهارده ان شاء الله حلقتنا هتعرض لنا عناصر دوائر التحكم الهيدروليكية. والنهاردة ان شاء الله هندخل داخل كده دوائر التحكم الهيدروليكية، وهنبدأ ندرس عناصر دوائر التحكم الهيدروليكية. هنبدأ مع بعض بموضوع جميل قوي، فايدة الخزان، والخزان ده احنا اجزاؤه ايه، وايه اللي احنا بنستفيد منه من الخزان اللي موجود في منظومات التحكم الهيدروليكية. مع بعضينا على الشاشة بتاعتنا، وهتعرض لنا فائدة الخزان الهيدروليكي. الخزان الهيدروليكي يا ولاد، زي ما هو قدامنا كده على الشاشة، الخزان ده وظيفته ان انا هبدأ اخزن فيه الزيت الهيدروليكي، كمان هيقوم بعملية التبريد للزيت الهيدروليكي بتاعه. وطالما هيقوم بعملية التبريد للزيت الهيدروليكي، يبقى هيتخلص، هقدر من خلاله اتخلص من الهواء الزائب في الزيت الهيدروليكي، وكذلك الشوائب الموجودة فيه. وكمان ان الخزان ده انا بستخدمه كقاعدة، بثبت عليه المضخة والمحرك بتاعي واجهزة قياس الضغط اللي موجودة عندي في منظومات التحكم الهيدروليكي. يبقى انا عندي اولاد الخزان الهيدروليكي ده اول عنصر اللي هو بيدي الطاقة لمين؟ للدايرة بتاعتي كلها. طيب يبقى انا عندي الطاقة الهيدروليكية بيجيني منين؟ بيجيني من الخزان الهيدروليكي. يعني الخزان ده انا بحط فيه ايه؟ قال لي بحط فيه السائل الهيدروليكي او الزيت الهيدروليكي لو انا هشتغل بزيت. ثواني تمام يا ولاد. طيب الزيت الهيدروليكي اللي انا بشيله فيه ده، الخزان وظيفته ايه؟ قال لي ده بيخزن لي الزيت الهيدروليكي، كمان بيحافظ على الزيت بتاعي من الشوائب والأتربة وبخار المية اللي موجود، كمان هو بيعمل لي عملية إزالة السوائل أو الماء من داخل الزيت الهيدروليكي بتاعي. كمان الخزان ده أنا بعتبره كقاعدة، بضع عليه المضخة، بضع عليه كمان المحرك اللي بيدور المضخة بتاعي اللي هو الموتور بتاع المنظومة الهيدروليكية كلها، كمان بضع عليه المانومترات اللي هي أجهزة قياس الضغط اللي موجود عندي في المنظومات الهيدروليكية. يعني الخزان أنا بضع بداخله الزيت وبعتبره قاعدة، بحط عليه وحدة الخدمة اللي بتخدم لي دايرة التحكم الهيدروليكي كلها. ايه وحدة الخدمة دي بقى؟ اللي هي المضخة والفلاتر واجهزة قياس الضغط اللي هي عن طريقها هتقيس لي الضغط اللي داخل للدايرة الهيدروليكية بتاعتي. يعني اذا الخزان له اهمية اساسية وضرورية جدا جدا في منظومات التحكم الهيدروليكي. ما ينفعش منظومة تحكم هيدروليكي اعملها بدون ما يكون فيها خزان لتخزين الزيت الهيدروليكي اللي هو هيقوم بعملية الدفع وتحريك العناصر اللي موجودة في الدايرة، صح ولا غلط؟ يبقى الخزان بتاعي وظيفته زي ما هي موجودة كده على الشاشة مع بعض، نقولها تاني. أول حاجة تخزين الزيت الهيدروليكي أو السائل الهيدروليكي بصفة عامة، تبريد الزيت الهيدروليكي، التخلص من الهواء الزائب في الزيت، التخلص من الشوائب الموجودة في الزيت بتاعي، كمان بستخدم الخزان كقاعدة، بضع عليه المحرك الكهربي بتاعي والمضخة الهيدروليكية وأيضا عدادات قياس الضغط وصمامات التحكم. تمام يا شباب؟ يبقى الخزان ده عنصر أساسي جدا فين؟ في منظومات التحكم الهيدروليكية. الخزان ده هو اللي بيعمل لي عملية التخزين للزيت، هو اللي بينقيه، اللي بيبقى فيه جواه فلاتر بتنقيه للزيت من الشوائب والأتربة اللي متعلقة بيه،
هو اللي بيبدأ يفصل الماء الزائد في الزيت عن الزيت بتاعي عشان ما يعمليش فقاعات هوائية توقف لي عملية التشغيل وانا شغال في المنظومة الهيدروليكية. دي حاجة مهمة قوي يا ولاد. لو الزيت بتاعك كان مختلط بماء، في الحالة دي لما هاجي اشغل المنظومة الهيدروليكية هتعمل لي اهتزازات واضطرابات في التشغيل. هلاقي المنظومة بتشتغل شوية بتقف شوية بتشتغل شوية ليه؟ لأن في فراغات هواء داخل الزيت. طب مين اللي بيخلص لي الزيت من فراغات الهواء اللي موجودة فيه أو الهواء اللي ده الزائد في الزيت ده؟ الخزان بيبقى بيعمل زي تيارات دوامية كده للزيت بتبدأ تبخر أي مية موجودة جوه الإيه؟ جوه الزيت بتاعي، فبالتالي بيخلص لي الزيت بتاعي من أي ماء زائب بداخله. كمان الخزان انا باخده كقاعده بضع فوقيه المضخه بتاعتي، المحرك الكهربي بتاعي، اجهزه قياس الضغط، وكمان بيبقى بدايه لتوصيل الصمامات اللي عندي فين؟ في المنظومات التحكم الهيدروليكي. عايزين نعرف دلوقتي اجزاء الخزان ده ايه وفايده كل جزء موجوده في الخزان ايه. مع بعضين على الشاشه، الشاشة بتاعتنا تعرض لنا أجزاء الخزان. أول حاجة يا ولاد بيقول لي رقم واحد خط الراجع أهو، تعال نشوف رقم واحد أهو كده. لقيت إن رقم واحد ده الماسورة دي يا ولاد، الماسورة دي اسمها خط الإيه؟ خط الراجع. يعني إيه يا ميس خط الراجع؟ يعني الخط اللي هيرجع فيه الزيت من الدايرة، يعني ده الخط اللي هيرجع فيه الزيت منين؟ من الدايرة من فوق. حلو أوي. طيب رقم اتنين قال لي ده خط الضخ بقى، ده خط اللي هيضخ الزيت للدايرة، ده الخط اللي هيضخ الزيت لمين؟ للدايرة. طب رقم فين يا ولاد؟ اه قال لي تلاتة دوت هو عبارة عن ايه؟ خط الايه؟ خط السحب. خط مين؟ السحب. يبقى تلاتة هو عبارة عن خط الايه؟ خط السحب. يبقى تلاتة ده من تحت كده اللي هو الجزء ده خط السحب. يبقى انا عندي خط سحب وخط اسمه خط ضخ. خط الضخ اللي فوق ده، خط الضخ اللي هي الماسوره اللي فوق دي يا ولاد، دي خط الضخ، وده كده اسمه خط السحب. يعني ايه خط السحب ده يا ولاد؟ ده اللي هيسحب الزيت من الخزان يدخله على الفلتر بتاعي ده، وهيبدأ يسحب لي الزيت يوديه على خط الضخ عشان يتضخ فين؟ في الدايره بتاعتي. يبقى انا عندي دلوقتي خط الراجع، الخط ده اللي بيرجع من خلاله الزيت من الدايرة داخل الخزان، وعندي خط السحب، وخط السحب ده بيبقى متصل بفلتر علشان ينقي لي الزيت اللي انا هسحبه من الخزان من الشوائب والأتربة المتعلقة بيه. وكمان خط السحب ده بيبقى متصل بحاجة اسمها ماسورة الضخ اللي هو خط الضخ بتاعي. تمام. طب انا عندي ايه كمان؟ عندي حاجة اسمها منفذ بمرشح هواء اللي هو رقم أربعة. يبقى انا عندي أربعة ده اللي هو منفذ بمرشح ايه؟ هوا. يبقى انا عندي ده عبارة عن فلتر اللي احنا بنسميه ايه؟ منفذ بمرشح هوا. رقم أربعة يا ولاد اللي هو ده كده منفذ بمرشح هوا. وشايفين المنفذ ده؟ ده عبارة عن طبة اسمه منفذ، اسمها طبة او منفذ. تمام. ده متصل بيه مرشح ايه؟ مرشح للهوا. ايه لازمة المرشح وايه لازمة المنفذ ده يا ولاد؟ المنفذ ده لو انا حطيت زيت جديد بيدخل عبر الفلتر ده وبيتنقى، يبقى ده لتعبئة الزيت الايه؟ الجديد، لتعبئة الزيت الايه؟ الجديد. وعندي لوحة تثبيت، اللوحة بتاعتي ديت اللي انا هثبت عليها المحرك وهثبت عليها المضخة. اللوحة بتاعتي دي رقم خمسة بثبت عليها المحرك الكهربي وايضا بثبت عليها المضخة الهيدروليكية. يبقى تاني يا ولاد الاجزاء اللي احنا اشرنا اليها، اول حاجة عندي ماسورة تسمى ماسورة الراجع، والماسورة دي بتبقى مسؤولة عن الزيت الراجع من الدايرة الى الخزان. عندي ماسورة اخرى بنسميها ماسورة الضخ، وبتبقى متصلة بحاجة اخرى تسمى ماسورة السحب، وماسورة السحب دي بتبقى متصلة بفلتر علشان الفلتر ده يبدأ ينقي الزيت اللي هيتسحب من الخزان قبل ما يطلع على خط الضخ ويطلع على عناصر الدايرة، عشان الزيت اللي داخل عناصر الدايرة يبقى طالع نقي وصافي من الشوائب والأتربة المتعلقة بيه.
طيب وعندي ايه كمان يا اولاد؟ قال لي عندي فتحه اسمها منفس بمرشح هواء، يعني فتحه تعبئه للزيت الجديد. الطبه دي اول ما بشيلها بعبي الزيت الجديد، بيدخل عبر مرشح. المرشح ده يا ولاد علشان انقي الزيت اللي داخل للخزان من الشوائب والاتربه قبل ما يدخل للخزان بتاعي ملوث وبه شوائب وايه واتربه. عندي لوحه ايضا، اللوحه دي بسميها لوحه التثبيت، واللوحه دي بتثبت عليها المحرك وايضا بيثبت عليها المضخه. اللوحه دي بتثبت عليها المحرك الكهربي والمضخه، تمام. طب انا عندي كمان، قال لي عندي لوحه اسمها لوحه تقسيم الخزان. يا ولاد شايفين اللوحه اللي في النص دي؟ اسمها لوحه تقسيم الايه الخزان. بقسم الخزان لغرفه راجع وغرفه سحب. بقسم الخزان لغرفتين يا ولاد، غرفه اسمها غرفه الراجع وغرفه اخرى تسمى غرفه السحب. غرفه الراجع بتحتوي على ماسوره الراجع، وغرفه السحب بتحتوي على ماسوره السحب وفلتر السحب بتاعي. والماسوره والجزء اللي انا بقسم بيه الخزان بيسمى لوحه تقسيم الخزان، لوحه تقسيم الخزان. عندي رقم 7 دي يا ولاد اسمها طبه حد. يعني ايه طبه حد؟ الطبه ديت لو انا شلتها بيبدأ من خلالها انقي الخزان او قاع الخزان من الشوائب اللي موجودة فيه. يعني طبة الحد الادنى لمستوى الزيت، طبة الحد الادنى لمستوى الايه الزيت ديت، انا اول ما بشيلها بقدر انقي قاع الخزان من الشوائب والاتربة اللي موجودة فيه. عندي ايه كمان يا ولاد؟ قال لي مصفة سحب. فين المصفة بتاعت السحب ديت؟ قال لي اهي دي اسمها مصفة الايه، مصفة السحب. دي اللي بتنقي لي الزيت المسحوب من الخزان عشان يطلع الدايرة. قبل ما بيطلع الزيت بتاعي للدايرة هي بتنقيه لي من الشوائب والأتربة واي اي متعلقات موجودة بالزيت، علشان ما يبقاش ما الزيت ما يطلعش غير منقى، فيسد لي الصمامات في منظومات التحكم الايه الهيدروليكية. عندي يا اولاد بقى رقم 9 ديت غطاء الخزان. ده كده غطاء الخزان بفتحه علشان اعمل عملية تنظيف للخزان، يبقى ده اسمه غطاء فتحة التنظيف للخزان، غطاء فتحة التنظيف للايه للخزان. طب وايه اللي جنبيه ده يا مس؟ ده عبارة عن مبين مستوى الزيت في الخزان. في مبين ده بينقسم لجزئين، الحد الاعلى لمستوى الزيت والحد الادنى لمستوى الزيت. يبقى انا عندي هنا المستوى اللي هو الماكسيمم ليفل بالنسبه للزيت، وعندي المينيمم ايه ليفل بالنسبه لمستوى الايه الزيت. طب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الخزان ده بيتكون من 11 جزء. الجزء ال11 اسمه ايه؟ اسمه قمع لتعبئه الزيت بمصفى. قمع لتعبئه الزيت بايه؟ بمصفى، اللي هو بيبقى هنا كده لما بشيل الطبه بتاعتي دي رقم 4 تحت بحط بيبقى فيه قمع، والقمع ده بيبقى متصل بمصفى علشان انقي الزيت اللي داخل الخزان من خلال المصفى اللي موجودة عندي رقم 11. طيب يبقى انا عندي دلوقتي يا ولاد الخزان بتاعي تاني بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجة من ماسورة الراجع رقم 1، تاني حاجة ماسورة الضخ رقم 2، ماسورة السحب بتاعي رقم 3. ماسورة السحب بتاعي بتكون متصلة بفلتر او مصفاة، المصفاة دي علشان تنقي الزيت بتاعي من الشوائب والاتربة قبل سحبه ووصوله لعناصر دوائر التحكم الهيدروليكية بتاعتي. كمان بيبقى عندي فتحة لتنظيف الخزان بتاعي لتنظيف الخزان. الفتحه ديت بتبقى دي الفتحه او الغطاء اللي انا بغطي بيه الخزان علشان اجي لو حبيت انظف الخزان بفتح هذا الغطاء وببدا انظف الخزان من الداخل عن طريق هذا الغطاء. طبعا عندي مبين الحد الادنى والحد الاعلى لمستوى الزيت اللي موجود في الخزان. عندي طبه بنسميها طبه حد الاسفل للخزان اللي عن طريقها ببدا ان انا انظف الخزان بتاعي من الشوائب والاتربه المتعلقه في قاع الخزان من خلال طبه الحد الادنى. عندي مصفه، والمصفه ديت بتبقى عباره عن مصفه السحب. وعندي كمان يا اولاد حاجه اسمها لوحه
لوح التثبيت، واللوحة دي بثبت عليها المحرك، وكمان بثبت عليها المضخة بتاعتي، وبثبت عليها المبينات بتاعت العدادات اللي انا هشتغل بيها في دوائر التحكم الهيدروليكية. عندي كمان قمع، القمع ده لتعبئة الزيت بمصفى. عندي هنا بضع هنا في الطبة بتاعتي ديت قمع، القمع ده متصل بمصفى علشان انقي الزيت اللي انا هعبيه للخزان من الشوائب والأتربة المتعلقة بيه. انا دلوقتي يا اولاد عرفت ان انا عندي الخزان الهيدروليكي. الخزان ده بيتكون من غرفتين اساسيتين، بيتكون من كام غرفة؟ غرفتين اساسيتين، غرفة للراجع وغرفة للسحب. غرفة الراجع بتتكون من ماسورة الراجع، وغرفة السحب بتبقى بتتكون من ماسورة السحب، وماسورة السحب بتاعتي دي بتنتهي بماسورة تسمى ماسورة الضخ، وكمان بتبقى موجود فيها فلتر لتنقية الزيت بتاعي من الشوائب والأتربة قبل أن يتم سحبه إلى عناصر دوائر التحكم الهيدروليكية. طيب إيه كمان؟ قال لي إن الخزان ده بيتفصل بحاجة اسمها لوحة إيه؟ تقسيم الخزان. ودي لوحة تقسيم الخزان لغرفة الراجع وغرفة السحب. كمان في الخزان بيبقى فيه غطاء، الغطاء ده بحتاجه علشان انضف الخزان من خلاله. عندي كمان طبة حد لتنظيف قاع الخزان من الشوائب والأتربة التي قد تكون متعلقة بيه. عندي مستوى الزيت اللي هو مستوى الحد الأعلى للزيت ومستوى الحد الأدنى للزيت. عندي طبة، والطبة دي بتكون في نهايتها يا ولاد قمع، والقمع ده بيبقى متصل بمصفى علشان لما اجي اعبي الزيت الجديد او الزيت النضيف اللي هيدخل للخزان ادخله عبر الايه؟ عبر الفلتر، بحيث ان هو ينقي لي الزيت اللي داخل للخزان من الشوائب والأتربة اللي قد تكون متعلقة بيه. ده كده يا ولاد كان عبارة عن الخزان الهيدروليكي، ده عبارة عن الخزان الايه؟ الهيدروليكي. يبقى انا هنا اول عنصر من عناصر دوائر التحكم الهيدروليكي، العنصر بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه الخزان الهيدروليكي. اسمه ايه يا ولاد؟ الخزان الهيدروليكي. الخزان ده زي ما احنا قلنا وظيفته كانت ايه؟ وظيفته تخزين السائل الهيدروليكي. ايه كمان؟ تنقية الزيت بتاعي من الشوائب والأتربة واي حاجة متعلقة بالزيت، وده كان من خلال مجموعة الفلاتر اللي احنا شفناها في الخزان. ايه كمان؟ قال لي ان الخزان ده بيعمل لي على اذابة الماء اللي موجودة او تخلص الزيت الهيدروليكي بتاعي من الماء اللي ممكن يكون ذائب ايه فيه. ايه كمان يا ولاد؟ قال لي الخزان ده انا بحمل فوقيه المحرك الكهربي، وبحمل فوقيه المضخة، وكمان بحمل فوقيه عدادات القياس الضغط بتاعتي، واحيانا بيبقى في بعض الصمامات اللي انا بحملها فوق الخزان بتاعي. طيب لما جينا نتعرف كده على اجزاء الخزان، لقينا ان الخزان ده بيتكون من غرفتين اساسيتين، غرفة السحب وغرفة الراجع. غرفة الراجع فيها ماسورة بتاخد لي الزيت الراجع من دائرة التحكم الايه؟ الهيدروليكية، تبدأ تنزله لغرفة الراجع. طيب ايه اللي بيفصل غرفة الراجع عن غرفة السحب؟ قال لي عندي حاجة اسمها لوحة تقسيم. لوحة التقسيم دي بتفصل لغرفة الراجع عن غرفة السحب. طب غرفة السحب فيها ايه؟ قال لي فيها ماسورة السحب، وماسورة السحب دي بتبقى متصلة بفلتر علشان تنقي لي الزيت قبل ما اسحبه من الخزان لعناصر دائرة التحكم الهيدروليكية. طب غرفة السحب بتنتهي بايه؟ قال لي بتنتهي بحاجة اسمها خط الضخ. خط الضخ يعني ايه خط الضخ يا ولاد؟ يعني الخط اللي من خلاله بدفع الزيت الهيدروليكي لدوائر التحكم الايه؟ الهيدروليكية. طبعا بعد ما بيعدي على مين؟ على المضخة. طب والمضخة دي بتكون موجودة فين؟ بتبقى متثبتة في حاجة اسمها يا ولاد لوحة التحكم أعلى الخزان. يبقى فوق الخزان في لوحة تسمى لوحة التثبيت. لوحة التثبيت دي بثبت عليها المحرك الكهربي، بثبت عليه المضخة الهيدروليكية، بثبت عليها عدادات منظمات الضغط بتاع الخزان، اللي هو منظمات الضغط بتاع الزيت الهيدروليكي اللي هيخرج من الخزان بتاعي. كمان الخزان بيبقى فيه فتحة لتنظيف الخزان، في طبة في اسفل الخزان علشان انضف قاع الخزان السفلى من الشوائب والأتربة اللي قد تكون متعلقة بيه. ايضا بيبقى فيه مستوى
بيبين لي مستوى الحد الاعلى للزيت اللي موجود في الخزان ومستوى الحد الادنى للزيت الموجود في الخزان بتاعي، واخيرا بيكون في طبة لتنظيف الزيت الجديد اللي هبدأ اعمله عملية تعبئة للخزان. يعني لما اجي اعبي الخزان بتاعي بزيت نضيف بيدخل من فتحة التعبئة، وفتحة التعبئة دي بتكون متصلة بقمع وكذلك متصلة بمرشح. المرشح ده علشان ينقي لي الزيت الجديد من الشوائب والأتربة قبل ما ادخله لخزان الزيت الهيدروليكي. وكده دي كانت أهمية الخزان، فايدته ايه، وكمان أجزاء الخزان الهيدروليكي ايه. وده كان أول عنصر من عناصر دوائر التحكم الهيدروليكي. مع بعضينا بقى نشوف ايه هو السائل الهيدروليكي ده، والسائل الهيدروليكي ده بيبقى وظيفته ايه في دوائر التحكم الهيدروليكية. هنشوف هذا الموضوع على الشاشة بتاعتنا الجميلة. مع بعضينا الشاشة بتعرض لنا السائل الهيدروليكي بتاعي اللي احنا بنسميه الهيدروليك فلويدز، اللي هو بيستخدم السائل الهيدروليكي ده كوسيط لنقل القدرة بين الأحمال المختلفة في منظومات التحكم الهيدروليكي. يبقى أنا عندي السائل الهيدروليكي هو بيبقى وسيط عشان ينقل لي القدرة بين الأحمال المختلفة في منظومات التحكم الايه الهيدروليكي. ده وظيفة السائل الهيدروليكي. طيب احنا نعرف السائل الهيدروليكي ده أنا اللي بحدده للمنظومة الهيدروليكية ولا الشركة المصنعة للمنظومة الهيدروليكية اللي بتحدده؟ لا، الشركة المصنعة للمنظومة الهيدروليكية هي اللي بتحدد لي نوع الزيت الهيدروليكي اللي هشغل بيه المنظومة الهيدروليكية بتاعتي. طيب بتحدده على أي أساس يا ولاد؟ على حسب أول حاجة ظروف التشغيل اللي عندي، الخدمة المطلوبة من الدايرة بتاعتي أو المنظومة الهيدروليكية، درجة الحرارة داخل وخارج المنظومة الهيدروليكية، الضغط الذي يتحمله السائل الهيدروليكي. دي عناصر مهمة جدا 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 يا ولاد. يبقى انا عرفت دلوقتي احنا عمالين نقول الخزان وبيشيل زيت هيدروليكي وبيشيل سائل هيدروليكي، هو ايه اصلا السائل الهيدروليكي ده؟ السائل الهيدروليكي ده يا ولاد هو عبارة عن الزيت الهيدروليكي او السائل الهيدروليكي اللي هيبدأ من خلاله يحرك لي الاحمال اللي انا عايز احركها من المنظومة الهيدروليكية، لان هو ده اللي بيديني الضغط الهيدروليكي اللي بحرك بيه الاحمال. طيب هل الزيت الهيدروليكي او السائل الهيدروليكي ده يا ولاد انا اللي بحدده للمنظومة الهيدروليكية اللي انا بشغلها؟ لا، المنظومة الهيدروليكية دي اللي بيحدد لها نوع الزيت الهيدروليكي هو الشركة المصنعة للمنظومة، وده بيجي لي في كتالوج المنظومة الهيدروليكية. بعرف نوع الزيت وببدأ ان انا ابدأ اغذي المنظومة الهيدروليكية بتاعتي بنوع الزيت اللي الشركة قايله لي عليه. طيب الشركة دي بتحدد لي نوع الزيت الهيدروليكي ده عشان اشغل بيه المنظومة الهيدروليكية على اي اساس؟ قال لي على ظروف التشغيل، ان عندك احمال عالية ولا عندك احمال متوسطة ولا عندك احمال خفيفة، كل هذه الاحمال لكل نوع من الزيت الايه الهيدروليكي. ظروف التشغيل، هل انت شغال في الصيف ولا شغال في الشتاء؟ ما هو ده بناء عليه رقم الزيت بيتغير. طب ايه كمان؟ قال لي درجة الحرارة داخل المنظومة الهيدروليكية وايضا خارج المنظومة الايه الهيدروليكية، ده بردك بيتأثر بنوع ورقم الايه الزيت الهيدروليكي. قال لي ايه كمان؟ قال لي الضغط اللي انا هحتاجه من الزيت الهيدروليكي بتاعي، هل انا محتاج من الزيت الهيدروليكي ضغط كبير ولا ضغط متوسط ولا ضغط خفيف؟ في الحالة ديت بناء على الضغط المطلوب ودرجة الحرارة وظروف التشغيل، ده كله بيخليني احدد نوع ورقم زيت الهيدروليكي اللي انا هشتغل ايه اللي انا هشتغل بيه. ومين اللي هيقول لي على نوعه ومين اللي هيقول لي على رقمه؟ الشركة المصنعة للمنظومة الهيدروليكية. وهلاقيه فين؟ هلاقيه في كوتيب او كتالوج المعدة اللي انا بشتغل بيها في النظم الهيدروليكية بتاعت اي منظومة هيدروليكية ليها كتالوج. الكتالوج هو اللي بيقول لي ظروف التشغيل، نوع الزيت حسب ظرف التشغيل اللي انا هشتغل بيه. لو هشتغل في درجة حرارة عالية بيقول لي النوع، هشتغل في درجة حرارة منخفضة بيقول لي النوع بتاعي، لو ظروف التشغيل احمال عالية هيقول لي نوع النوع بتاعي ايه، او احمال متوسطة هيقول لي النوع بتاعي ايه. حسب ظروف التشغيل اللي عندي كلها الكتالوج بيعرض لي نوع الزيت المستخدم ورقم. تمام يا شباب؟ ده كده كان موضوعنا عن السائل الهيدروليكي. مين اللي بيحددهولي؟ الشركة المصنعة، وبتحدده على حسب ايه؟
قلنا ظروف التشغيل، تاني حاجة درجة الحرارة داخل أو خارج المنظومة الهيدروليكية، تالت حاجة الأحمال اللي أنا هنقلها من خلال المنظومة الهيدروليكية، أحمال عالية أو متوسطة أو خفيفة، وأخيرا الضغط الذي يتحمله السائل الهيدروليكي. موعدينا بقى نشوف موضوع جديد في حلقتنا. الموضوع بتاعنا ده جميل قوي يا ولاد، موضوع المرشحات أو الفلاترز. الفلترز هو عبارة عن العنصر الأساسي اللي هينقي لي أي زيت هيدروليكي عندي من الشوائب والأتربة المتعلقة بيه. فقال لي الفلترز ده بيعتمد أداء المعدة الهيدروليكية على نظافة دورة الزيت الهيدروليكي، أي مستوى الترشيح لمين؟ للزيت. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي لو الزيت بتاعي مش نظيف اداء المعدة مش هيكون جيد، هيكون رديء. لو الزيت بتاعي نظيف يبقى اداء المعدة بتاعي هيكون مستواه جيد، وهيبقى مفيش اعطال اثناء عملية الايه التشغيل. قال لي والمرشحات دي بنستخدمها في ايه؟ قال لي هي اللي بتقوم بتنقية الزيت الهيدروليكي من الشوائب والأتربة التي قد تكون متعلقة ايه بيه، وبالتالي الحفاظ على عمر العناصر الهيدروليكية فترة ايه؟ فترة اطول. يبقى احنا دلوقتي عرفنا بقى يا شباب ان انا علشان اخلي المعدة الهيدروليكية بتاعتي تديني اداء ممتاز، وكمان احافظ على العمر الافتراضي لعناصر التحكم الهيدروليكي في المنظومة الهيدروليكية، لابد من تنقية الزيت من الشوائب والأتربة وأي أجزاء متعلقة بالإيه؟ بالزيت الهيدروليكي. طب ومين اللي هينقي لي الزيت من الشوائب والأتربة ويحافظ لي على عمر الافتراضي لصمامات التحكم الهيدروليكية؟ هو الفلتر. يبقى الفلتر هو اللي هيقوم بعملية التنقية للشوائب والأتربة من الزيت الهيدروليكي، وبالتالي هقدر احافظ على عمر العناصر الهيدروليكيه فتره ايه؟ فتره اطول. اللي بيقوم بالعمليه دي هي الفلترز او المرشحات. نبدا بقى مع بعضينا كده نعرف انواع المرشحات اللي ممكن استخدمها في دوائر التحكم الهيدروليكيه. مع بعضينا على الشاشه. انواع الفلاترز يا اولاد، انا عندي حاجه اسمها مرشح سحب، ده انا بحطه في خط السحب بتاعي. مش احنا قلنا ان احنا عندنا الخزان في حاجه اسمها خط سحب؟ خط السحب بتاعي نوع الفلتر اللي بيتحط فيه اسمه فلتر سحب، يركب في خط سحب المضخه. ومن عيوب هذا النوع صعوبه الوصول اليه، وبالتالي صعب الصيانه، وبالتالي لا يسمح باستخدامه مع بعض الايه؟ مع بعض المضخات. يبقى انا عندي فلتر السحب يا اولاد، فلتر ده بيتحط في مكان بيبقى صعب الوصول اليه في جوه الخزان، وبالتالي بيبقى صعب صيانته. يعني انا ممكن اصينه بس بصينه على فترات ايه طويله. لذلك قال لي في احيان كتير جدا فلتر السحب انا ما ببقاش ايه محتاجه، يعني ممكن ان انا يعني ما محطهوش. ليه؟ لان صيانته بتكون ايه صعبه جدا، صيانته بتكون صعبه جدا. ايه الفلتر المهم قوي عندي يا ولاد؟ فلتر الراجع. فلتر الراجع دوت ما اقدرش استغنى عنه في الدايره. ليه؟ لان الزيت اللي راجع لي من الدايره ده بيبقى واخد دوره كامله جوه الدايره الهيدروليكيه، فبيكون طالع راجع بكميه شوائب غزيره كتيره قوي. فلو انا حطيته في الدايره في الخزان بالشوائب بتاعته، يبقى انا كده خلاص دمرت كل الصمامات اللي عندي في دوائر التحكم الهيدروليكيه. لذلك اهم فلتر عندي فلتر خط الراجع، ودلوقتي هنشرحه مع بعضيه. يبقى انا عندي دلوقتي فلتر السحب، هو فلتر موجود في خط السحب، ممكن احطه وممكن ما احطهوش. ليه؟ لان اصلا الزيت بيكون منقى على مرحلتين، منقى من خط الراجع ومنقى من المصفى بتاعت لوحه تقسيم الايه الخزان، فالزيت بيبقى واخد اكتر من دوره ايه تنظيف. فبالتالي فلتر السحب ده ممكن احطه وممكن ما احطهوش. ليه؟ لانه بيبقى صعب صيانته داخل منظومات التحكم الهيدروليكي. بس احنا نبقى عارفين احنا عندنا حاجه اسمها فلتر سحب، وده بحطه قبل المضخه، قبل المضخه يعني الزيت قبل ما بيدخل للمضخه بنقيه عن طريق فلتر مين؟ السحب. تمام يا شباب؟ طيب انا عندي بقى النوع الثاني من الفلاتر، فلتر الضغط او مرشح الضغط. مرشح الضغط ده يا ولاد بيركب في خط اسمه خط الضغط بدوائر التحكم الهيدروليكيه.
عند مخرج المضخه وبدايه تشغيل مين؟ الصمامات. يبقى فلتر الضغط ده يا اولاد بركبه في حاجه اسمها خط الضغط او خط البريشر. طب اجزائه بتكون ايه؟ عندنا اول جزء هو عباره عن غطاء الفلتر بتاعي، جسم الفلتر او المرشح، عناصر الترشيح يا اولاد اللي هي الحمراء دي كلها عباره عن مصافي. المصافي دي هي اللي بتصفي لي الزيت بتاعي من الشوائب والاتربه واي اجزاء صغيره غريبه متعلقه بالزيت، اي اجزاء غريبه متعلقه بالايه؟ بالزيت. طب الفلتر ده انا بركبه فين؟ بص يا اولاد دي عباره عن المضخه، بركب الفلتر بتاع الضغط بتاعي في نهايه المضخه، والطرف الثاني من الفلتر بيكون راكب مع مدخل مين؟ مدخل الصمامات. يعني بيتركب الفلتر ده من مخرج المضخه ومدخل مين؟ الصمامات، بين مخرج المضخه ومدخل صمامات التحكم الايه؟ الهيدروليكيه، وبيركب في خط البريشر او خط الضغط بتاعي. بيتكون من ثلاث اجزاء اساسيه، هو عباره عن غطاء الفلتر وجسم الفلتر وكمان المصافي او عنصر الترشيح اللي احنا بنسميها العنصر اللي بيبدا يرشح لي او ينقي لي الزيت بتاعي من الشوائب والاتربه التي قد تكون متعلقه بيه. يبقى انا عندي هنا يا اولاد مرشح الضغط، ده عباره عن مرشح او فلتر انا بحطه في خط الضغط. فين خط الضغط ده اللي احنا بنسميه يا اولاد البريشر لاين في منظومات التحكم الهيدروليكيه. طب والخط ده بيكون فين؟ بيكون ما بين المضخه والصمامات. يعني فلتر الضغط بيتوصل بمخرج المضخه ومدخل مين؟ الصمامات. فايدته ايه؟ فايدته ان هو بينقي لي الزيت اللي خارج من المضخه قبل ما يوصل لمين؟ للصمامات، عشان احافظ على عمر الافتراضي للصمامات اطول فتره ممكنه. تمام؟ ده الفلتر ده بنسميه ايه بقى حبايبي؟ بنسميه فلتر الضغط. وده ليه سميناه فلتر الضغط؟ لانه بيركب في خط الضغط اللي هو البريشر لاين. تمام حبايبي؟ طب احنا عندنا نوع اخر من الفلاتر، عندنا نوع ثالث، بس قبل ما ننتقل له لازم نعرف انواع اجزاء الفلتر الضغط اللي هو ثلاث اجزاء: الغطاء بتاع الفلتر وجسم الفلتر وعنصر الترشيح اللي هو بيقوم بعمليه التنقيه للزيت الهيدروليكي. تمام يا اولاد؟ طب احنا عندنا نوع ثالث من انواع الفلاتر ويسمى فلتر ايه؟ الراجع. وده اهم فلتر واكثر انواع الفلاتر شيوعا واستخداما في منظومات التحكم الهيدروليكي. وما ينفعش منظومة تحكم هيدروليكي تشتغل بدون فلتر الراجع، لان هو اللي بينقي كل الزيت اللي راجع من الدايرة قبل ما يدخل للخزان. لان زي ما قلت يا اولاد الزيت اللي راجع ده بيبقى واخد دورة كاملة فين؟ في منظومة التحكم الهيدروليكي، فبالتالي بيبقى راجع محمل بشوائب كتيرة جدا لازم انقيها قبل ما الزيت ما يدخل للخزان. ففلتر الراجع ده من اهم الفلاتر اللي لابد تواجدها في اي منظومه تحكم ايه؟ هيدروليك. نشوف بقى اهميه الفلتر المهم قوي ده على الشاشه بتاعتي. ماشي؟ فلتر الراجع يا اولاد بيقول لي الفلتر بتاعي دوت، قال لي مرشحات الرجوع ديت هي اكثر الانواع شيوعا في الاستخدام وتركب في خط الزيت الراجع الى الخزان. طب بنركبها ليه في خط الراجع؟ لتنقية الزيت الراجع من الدائرة الهيدروليكية قبل وصوله الى الايه؟ الى الخزان. ايه مميزات هذا النوع من الفلاتر؟ سهولة الوصول اليه وصيانته. يعني ايه الجمال ده؟ الفلتر ده بيبقى اعلى الخزان، مبقاش جوه الخزان، ده بينقي الزيت قبل ما يدخل لمين؟ للخزان. فبالتالي الفلتر قدامي، الفلتر مش موجود جوه الخزان، مش هبقى صعب ان انا اجيبه، لا ده الفلتر ده ببدا افكه لما بيتسد وببدا ان انا احط فلتر ايه؟ جديد. وفي كمان يا اولاد نقطه مهمه جدا لازم نبقى فاهمينها قوي، فلتر الراجع لازم يركب فلتر مزدوج، فلتر مزدوج في خط الراجع، علشان لو اتسد فلتر منه واتملى شوائب معطلش المنظومه الهيدروليكيه.
يبقى الزيت ممكن بدل ما هو ما ينزل على الفلتر المسدود ده يبدأ يحول مساره على الفلتر المزدوج اللي موجود ايه معاه، وابدأ اشغل المنظومة بالفلتر التاني وابدأ اسحب دوت وانضفه او اغيره واستبدله واجيب فلتر جديد واحطه فين؟ في المنظومة الهيدروليكية بتاعتي. ففلتر الراجع بيبقى دايما فلتر مزدوج بحطه في خط الراجع، بحيث ان لو حصل انسداد لاحد الفلاتر اقدر اعمل لها عملية صيانة واشيله، ويبقى المنظومة الهيدروليكية ما تعطلتش معايا وشغالة بالفلتر الايه التالي. تمام حبايبي. وزي ما قلنا ان فلتر الراجع ده اكثر انواع الفلاتر استخداما وشيوعا في الاستخدام في منظومات التحكم الهيدروليكية. لماذا؟ لانه يقوم بعملية التنقية للزيت قبل وصوله للخزان، ودي مرحلة مهمة جدا جدا في العمر الافتراضي لمنظومات التحكم الايه الهيدروليكي. تمام شباب. نبدأ بقى مع بعضينا كده نشوف اجزاء الفلتر دي عبارة عن ايه على الشاشة بتاعت فلتر الراجع. اجزاء الفلتر بتاعنا هي عبارة عن 5 اجزاء. اول حاجة شفة التركيب اللي هو زي غطل الفلتر رقم 1، اللي هي شفة التركيب يا ولاد اللي هي ديت، دي عبارة عن شفة تركيب ببدأ اركب بيها الفلتر في قلب المنظومة في قلب خط الراجع بتاعي. طيب وتاني حاجة الجسم الفلتر، 3 الغطاء بتاعي اللي فوق دوت، رقم 4 عبارة عن مكان تجميع الشوائب اللي هتخرج من الزيت، ودي عبارة عن طبة ببدأ اسحبها وانزل كل الشوائب اللي تراكمت في قاع الفلتر. يعني الطبة دي يا ولاد انا بفكها وبسحبها، بيبدأ كل الشوائب والاتربة اللي تراكمت في قاع الفلتر ابدأ اسحبها من خلال هذه الطبة. وعندي حاجة اسمها عناصر الترشيح، عناصر الترشيح ديت اللي من خلالها بتبدأ تفصل لي كل الشوائب والأتربة والغبار والمواد الغير مرغوب فيها اللي موجودة في الزيت، بتفصلها عن الزيت بتاعي. يبقى مين اللي بينقي لي الزيت من أي مواد غريبة؟ المرشحات أو عناصر الترشيح اللي هي ملونة باللون الأحمر، دي اسمها عناصر الترشيح اللي بتنقي لي الزيت بتاعي من أي شوائب أو أتربة أو مواد غريبة متعلقة بالزيت الهيدروليكي بتاعي. يبقى أجزاء الفلتر الراجع مرة أخرى، أول حاجة شباب شفة التركيب اللي بركب من خلالها الفلتر في منظومة التحكم الهيدروليكية، كمان عندنا جسم المرشح بتاعنا، الغطاء بتاع الفلتر، منطقة لتجميع الشوائب والمواد الغريبة اللي موجودة عندي في الزيت، تمام. عندي عناصر الترشيح اللي هي المصافي اللي اقدر من خلالها انقي الزيت الهيدروليكي من الشوائب من الاتربة من اي مواد غريبة متعلقة بالزيت الهيدروليكي. واخيرا عندي طبة في نهاية الفلتر ببدأ ان انا اشيلها بحيث ان انا اتخلص من اي مواد غريبة تم تنقيتها من الزيت وموجودة او متراكمة في قاع الفلتر الاسفل. طيب احنا عايزين نعرف ايه الرسمة اللي موجودة ديت. احنا قلنا ان ده فلتر الراجع، يعني انا بحطه من بعد المضخة قبل ما الزيت ما يوصل لمين؟ للخزان، بحيث ينقي لي الزيت اللي داخل على الخزان اللي راجع من الدايرة وداخل على الخزان. يبقى ده الفلتر ده انا بحطه بين اجزاء دائرة التحكم الهيدروليكية والخزان، بحيث ان هو ينقي لي الزيت بتاعي اللي راجع قبل وصوله لمين؟ للخزان. تنقية الزيت اللي راجع من الدايرة قبل وصوله الى الايه؟ الى الخزان. يبقى دلوقتي شباب احنا اخدنا انواع كثيرة من الفلاتر. عندنا خدنا كم نوع؟ خدنا 3 انواع. اول حاجة فلتر، ايوه ولادي بقى يتكلموا، فلتر ايه؟ برافو، فلتر السحب. وقلنا فلتر السحب ده بيبقى عبارة عن فلتر ممكن ان انا استخدمه في الدايرة وممكن ما استخدمهوش. ليه؟ لان بيبقى صعب الوصول اليه وصعب صيانته، وهو مش بيبقى ضروري قوي لان بيكون الزيت بتاعي اتنقى على اكتر من مرحلة في الخزان بتاعي. وبعدين انسداد فلتر السحب بيسبب لي مشكلة في تشغيل المضخة، يعني لو فلتر السحب اتسد مش هيوصل لي الزيت اصلا للمضخة، هعطل المنظومة الهيدروليكية وشغل المنظومة الهيدروليكية بالكامل.
تمام. فبالتالي انا عندي فلتر اسمه فلتر سحب، الفلتر ده بيوضع في خط السحب، بيبقى صعب الوصول اليه وصعب صيانته، مش مهم قوي ان انا استخدمه في منظومات التحكم الهيدروليكيه. وظيفته ايضا هو تنقيه الزيت من الشوائب قبل وصول الزيت الى المضخه، قبل وصول الزيت الى الايه، الى المضخه. طب انا عندي نوع تاني من الزيت الهيدرو من الفلاتر، قال لي اه عندنا فلتر الضغط. طب فلتر الضغط ده بيتحط فين؟ قال لي فلتر الضغط ده بحطه في خط الضغط اللي هو خط البريشر، والخط دوت بيبقى موجود الفلتر ده في مخرج المضخه ومدخل الصمامات، بينقي لي الزيت قبل وصوله الى الصمامات علشان اقدر احافظ على الصمامات بتاعتي فتره طويله، ايه فترة تشغيل ايه طويلة، او تبقى الصمامات بتاعتي لها عمر افتراضي ايه طويل. طب ايه كمان عندي؟ قال لي عندي كمان الزي الـ 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 الفلتر بتاع الراجع، وده بقى اكثر انواع الفلاتر شيوعا في الاستخدام، ولابد من استخدامه، ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه في اي منظومة تحكم هيدروليكي. ليه؟ لان فلتر الراجع ده يا ولاد هو اللي بيقوم بعملية تنقية الزيت اللي راجع من الدايرة قبل وصوله لمين؟ للخزان بتاعه. وبالتالي ده اللي بيحافظ على الخزان وبيحافظ على كل اجزاء الدايرة من الشوائب والاتربة التي قد تكون متعلقة بالزيت. ليه؟ لان الزيت بتاعي بيكون في الحالة دي واخد دورة كاملة في الدايرة التحكم الهيدروليكي، ولازم انقيه. طالما الزيت اخد دورة كاملة في الدايرة، يبقى هيبقى راجع محمل بكمية شوائب واتربة ايه؟ كثيرة جدا. فلذلك لازم انقيه قبل دخول الزيت لمين؟ للخزان. مين اللي بيقوم بالموضوع ده؟ فلتر الايه؟ الراجع، هو اللي بيقوم بتنقية الزيت بتاعي قبل وصوله لمين؟ للخزان. وهو اكثر انواع الفلاتر شيوعا في الاستخدام، وسهل الوصول اليه وسهل صيانته. ولازم لما اجي اركبه اركب فلتر مزدوج، علشان لو حصل ان واحد فيهم حصل فيه انسداد، يبقى لازم الزيت يلاقي مسار اخر يوصل للخزان من خلاله، وما يحصلش تعطيل لمنظومات التحكم الايه؟ الهيدروليكي. كده يا ولاد كان شرحنا عن انواع الفلاتر، وده كان العنصر الثاني من عناصر دوائر التحكم الهيدروليكي. دلوقتي مع بعضينا هنتكلم عن موضوع اخر من عناصر التحكم الهيدروليكيه، وهي صمامات التحكم. صمامات الايه؟ التحكم. مع بعضينا بقى على الشاشه هنشوف شاشتنا الجميله هتعرض لنا اي نوع من الصمامات. عندنا انواع كتيره جدا من الصمامات. عندي حاجه اسمها الكنترول فالف، اللي هي صمامات التحكم، اللي هي دايركشن كنترول فالف، اللي هي صمامات التحكم التوجيهيه. وعندي البريشر فالفز، اللي هي صمامات التحكم في الضغط. وعندي كمان حاجه اسمها الريليف فالفز، اللي هي بتبقى صمامات اللا رجعيه، صمامات الايه؟ اللا رجعيه. وعندنا كمان الفلو فالفز. الفلو فالفز دي يا ولاد اللي هي صمامات التحكم في التدفق، صمامات التحكم في الايه؟ في التدفق. يبقى انا عندي البريشر فالفز اللي هي صمامات التحكم في الضغط، عندي اللي هو الدايركشن كنترول فالفز اللي هي صمامات التحكم التوجيهيه، وعندي كمان الفلو فالفز اللي هي صمامات التحكم في التدفق بتاعي. واحنا هنبدا نتعرض لاحد هذه الانواع من خلال الشاشة بتاعتنا الجميلة. مع بعضينا على الشاشة هتعرض لنا أحد صمامات التحكم الهيدروليكي. مع بعضينا على الشاشة. أول نوع من أنواع الصمامات يا ولاد هي صمامات اللا رجعية، اللي هي تشيك فالفز، اللي هي بنسميها ريليف فالفز أو تشيك فالفز. بتقوم هذه الصمامات بالسماح للزيت المضغوط بالمرور في اتجاه معين وعدم سريانه في الاتجاه الايه؟ المعاكس. عندنا انواعها، اول حاجه الصمام اللا رجع البسيط، وهو ده اللي قدامنا. الصمام اللا رجع البسيط بيسمح بمرور الزيت في اتجاه واحد فقط وعدم السماح للزيت في الاتجاه الاخر. احنا عايزين نفهم الموضوع ده ازاي. بص يا ولاد، ده الصمام. الصمام ده فيه فتحه لدخول الزيت وفي فتحة تانية لخروج الزيت. طيب مين اللي قافل فتحة دخول الزيت؟ عندي حاجة اسمها عنصر غلق مخروطي. عنصر غلق ايه؟ مخروطي. العنصر ده لو قوة الزيت بتاعتي هنا تغلبت على مقاومة العنصر ده، او تغلبت على مقاومة الياي اللي هو خلف العنصر بتاعي ده، هبص الاقي ان العنصر ده هيرجع للخلف
وهيبدأ الزيت بتاعي هيمر من الفتحة بتاعتي اللي هي بتاعت الانتر دي، ويبدأ يمر ويخرج من فتحة الايه الاوت من الصمام. طيب انا عندي دلوقتي صمام، الصمام اللي رجعي، الصمام اللي رجعي دوت بيبقى ليه اتجاهين، اتجاه دخول الزيت واتجاه خروج الزيت. لو الزيت بتاعي قوته تغلبت على مقاومة عنصر الغلق بتاعي، هتبدأ ترجع عنصر الغلق للخلف بناء على ان قوة الزيت هتتغلب على مقاومة مين؟ السبرينج ريتيرن اللي هو مين؟ ياي الرجوع ده. يبدأ ياي الرجوع ده يرجع للخلف، وهيبدأ الزيت يعدي معايا من فتحة اللي هي فتحة الدخول لفتحة مين؟ الخروج. طب لما اجي ارجع الزيت بقى في الاتجاه المعاكس، هلاقي الزيت بتاعي هيبدأ يتغلب على، يبدأ يأثر على مين؟ على الياي، فيبدأ يحرك لي الياي، فلاقي عنصر الغلق ايه؟ قفل. يبقى كده الصمام ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو هتحكم من خلاله في مرور الزيت من فتحة الدخول لفتحة الخروج، وعدم مرور الزيت من فتحة الخروج لفتحة الايه؟ الدخول. يبقى هنا يا ولاد الصمامات اللارجعية، الصمامات اللارجعية، اولا الصمامات اللارجعية ديت من اسمها صمام لا رجعي، يعني بيسمح بمرور الزيت في اتجاه معين وعدم السماح للمرور الزيت في الاتجاه الايه المعاكس. واول نوع منه اللي هو قدامنا، اللي كان قدامنا على الشاشه، اللي هو صمام اللا رجعي الايه البسيط. صمام اللا رجعي البسيط زي ما الشاشه كده بتعرض لنا، هو بيسمح بمرور الزيت في اتجاه واحد فقط وعدم رجوع الزيت في الاتجاه المعاكس، وعدم رجوع الزيت في الاتجاه الايه المعاكس. وده كان اول نوع من انواع صمامات اللا رجعيه. طب والصمام اللا رجعي الثاني عندي نوع اخر اسمه مرشد التشغيل. يعني ايه مرشد التشغيل؟ يعني يسمح بمرور السائل في اتجاه الغلق بتاعه، وذلك تحت تأثير فتحة الإرشاد، ويسمى هذا الضغط بضغط الإرشاد، ويسمى هذا الضغط بضغط الايه؟ الإرشاد. الصمام دوت بيتكون من الرأس المحدبة رقم واحد، وعندي رأس محدبة مساعدة رقم اتنين، وعندي الياي او الزنبرك اللي هو رقم تلاتة، وعندي زلاق، الزلاق ده بنسميه زلاق الارشاد، زلاق الارشاد. انا هنا لو انا سمحت بمرور الزيت بتاعي في اتجاه معين، هبص الاقي فتحة الارشاد دي هتعمل لي طريق اخر ان الزيت يرجع في الاتجاه الايه المعاكس بتاعي. فبالتالي الصمام لا رجعي مرشد التشغيل بيسمح بمرور الزيت في الاتجاه والاتجاه المعاكس له. وبكده حبايبي احنا النهارده اخدنا صمامات التحكم، خدنا الخزان، خدنا انواع الفلاتر، ودلوقتي احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا الجميلة. اشكركم واترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.